السلام عليكم خوتي، معكم سي بيو، واليوم جيت نحكي لكم قصة كأس العرب بدون عرب. أولا قبل ما نبدأ نفهمكم بسرعة، فهذا التيتر تاع كأس العرب بدون عرب هي باش تشارك في هذه الكأس لازم تكون عربي. بصح هنا هي الجزائر، تونس، المغرب، مصر، صح عرب، بصح واحد 40-30% هكا كيما قال ترامب كينغ. حنا مخلطين كامل بكل بساطة، حنا عرب شمال إفريقيا وهما عرب آسيا. وكوش جاب هادو لهادو. حنا كنحبو نديرو أعمال شغب نحو الكراسة، ما على باليش هما أقصى درجات الشغب تاعهم تيراو القرع والبلايغ تاعهم هذوك تاع الجامع. شغل الفرق واضح، العرب ماشي تاع كرة قدم، الله غالب. هنالك من ياسين البخيت، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة، وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح. كي بدات كأس العرب هذه اللي استضافتها قطر بالمناسبة واحد ما كان سامع بها، لدرجة انه ربحنا لبنان بزوج وربحنا السودان باربعة، وانا ما على باليش كامل بلي تكزيستي هذه الكأس حتى لحق الماتش كونتر مصر. حنا كالعادة كل ما نلعبو كونتر مصر نتفكرو يامات 2010 يامات ام درمان، نهار رضا سيتي سيسحب يقتل على اقل 20 ويدوه للحبس ومعد مع الاخر ولا يبكي. نتفكرو تاني يامات نهار مصر والجزائر كانوا يحبسو فوتبول ويقلبوها WWE. نتفكروا تانية مات كريم زياني، اه يا ولو كان تشوف شحال توحشناك يا كريم. ممتاز كريم، رايح كريم زياني عنده الكرة دايما. المهم وش صرا في هذا الماتش، بيان سور راح نديروا القلب مع مصر وما عادش نخسروا باسكو عندنا معاهم حسيفة قديمة. ايا درنا التعادل، بصح صارت حاجة غريبة في الماتش. على بالكم هذيك كأس العرب صح تاع العرب، ريماركيت باللي كل ماتش صرا حاجة غريبة. شغل ما كاش ماتش يجوز نورمال، والله ما فهمت. واش صرا كونتر مصر هي انه درنا التعادل وفي زوج كان عندنا استنقاطي، تما لازم واحد يربح باش يكون الاول في المجموعه. تما واش يديروا؟ يشوفوا اللاعب النظيف اللي عنده اقل عدد ملي كارت يتصدر المجموعه. كنا نلعبوا عادي في زوج حتى دي سيدها محبوب الجماهير سوداني يضرب واحد في الدقيقه 91 ودا صفرة وحطمنا الاحلام. ايا لوندرينر بوغرا زعما لعبها كالمو مسيطر على الوضع، ايا در تغيير والبروبلم جوار اللي دخلوا زاد ضرب واحد وزاد دا الصفرة وما حبستش لهنا. الاربيت كي شاف في الفار عاود سحب الصفرة ومدلو الحمراء. مسكين مسكين ولا غير غاضني، شغل شوكاوه دخل من حوزهم. مور الماتش تاع مصر تلاقينا بالبلد الشقيق المغرب اللي كانت العلاقة تاعنا معهم شوية سيئة، سيرتو مور ما طبعوا مع اسرائيل. وعلى بالكم احنا ليزوم واقفين دايما مع فلسطين، ما لازم نديرو معهم القلبتان ونربحوهم. مالقري كانوا متحمسين شوية. من تتمنى تقابل في دور الثمانيه؟ الجزائر ولا الجزائر؟ اكيد الجزائر. الجزائر انا شخصيا والجماهير كلها كما كتسمعوا نحبوا الجزائر نلقوها في الدور الرابع. يعني هل هو خوف من مصر ولا لا 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 عشان نعيد 4-0 اللي عملناها في مراكش. بس الجزائر واحنا جايين وكيما كان الحال مرمى ربحناهم في الراب زدنا ربحناهم في الماتش، لانه حنا كيما قال الشاعر شوكر في لافريك واسبور ولا ميزيك. والسنة في هذا الماتش درنا تعادل 2-2 باسكو المغاربة تانا ماشي ساهلين، مهبون تتماركيلو المروكي تماركيلو زوج دقايق ايكاليزيلك. هادي هي بطل هذه المباراة بيان سير كان بالليلي اللي تحول لبراهيموفيتش جزائري وماركا هدف عالمي من السونتر. وبلا ما ننساو تان مبولحي الأسطورة اللي بالقليل من المساعدة من الجمهور قدر يربحنا. كل العصب كيف
السنزان بنادم كيخليك للجيب للسخاتن جيب حمرت مراوات لعبه. مر ما حاوزنا المروك طحنا في الربع النهائي مع قطر، مسكينة الدولة العربية الوحيدة اللي سيرفايفات لهذا الدور. فهمت دوك علاش قلت لكم كأس العرب ولكن بدون عرب. قطر مساكن تان كانوا متحمسين، ابو غانم قال لهم في تويتر هاتونا الجزائر هاتونا بطل افريقيا. وحتى حافظ الدراجي توقع انه تربح قطر، رشح للذهاب النهائي. طيب ننزع القبعة الجزائرية، وانا كنت نقول بانه قطر تكون في المباراة النهائية لأنه منتخب محترم. هذه فيها وكما كان الحال كنا رابحين 1-0 عادي حتى لحق الدقيقة 90 لاربيت زاد 9 دقائق. هذا ما يكون غير أبو غانم شرى لاربيت وقاليزا وقطر في الدقيقة 96 وخلاص الوقت اللي زادوا لاربيت. صح البروبليم ما حبش لاربيت يصفر، ما فهمتش أنا إذا كان حاب قطر يزيدوا الدوزيام ولا تلفتلو ولا ما لباليش. حتى دقيقة 114 محبوب الجماهير رقم 2 ابراهيمي جاب لنا بيناتي وربحنا ماتش فيه 119 دقيقة. واو. في نفس الوقت مصر لعبت مع تونس وداروا 0-0 حتى دقيقة 94 وين مارك المنتخب المصري هدف قاتل ولكن ضد مرماه. مسكين هذا اللي مارك روحه، موقف لا يحسد عليه. النهائي تونس الجزائر. تونس ما تعلموش الدرس من عند الاخرين وتحمسوا هما تان. قال لك واش دور واحكم يا جزائريين 9-1 او وبيان سير ركن الفكاهه منه. سواء ربحت تونس ولا خسرت الجزائر مش مشكله. الماتش الاخر كان ماتش جميل وحماسي ولكن الفريق الافضل ربح طبعا، وزعما راح تخلص هذه الكأس نورمال. مستحيل، لازم تكون حاجة انورمال. في دقيقة 94 زعما طلع الغارديان تاع تونس بشي ماركي زعما راكم شايفين تخيلات. كل ما يربح الفريق تاعك ماتش مهم ولا لقب لازم تخرج تحتفل وتعبر عن الفخر تاعك والفرحة تاعك بفريقك. بصح هنايا في الجزائر ماشي يحتفلوا، تصرا حرب أهلية. تلقى واحد يسرق تليفونه، تلقى زوج يضربوا، تلقى واحد فلر، تلقى واحد ميت، طوموبيلاتو الموطوات يولو شغل جي تي سوندرياس، تلقى واحد بقرعه فليتوكس. بون قولوا هذاك ليه بقرعه فليتوكس، بالك لو كانت طرتك على يدو برك. هذا حبيبنا طلع الليفل جاب قرعه غاز بنت له شغل فان كان يطروا. لا تجربوا هذا في المنزل. في النهاية نوجه تحية كبيرة لدولة قطر عكس الجزائر الجديدة اللي ما قدرتش ما تستقبل الأبطال تاع الكأس كي الناس. سيريو يبانو شغل سافروا عبر الزمن من بيان سبور لياتيما ديريكت، يبانو شغل ولاو من الحرب ماشي من قطر. ومن بعد كيزيدو يوروهم داخل المطار، كارثة أكثر، استقبلوهم بالكاوكاو وحاجة ما تقدرش تتعرف عليهم من شدة الكاليتي عيانة. وبعد تتلف لك كامل ما تفهمش لا راك تشوف القبض على الإرهاب بيتها من راست ولا راك تشوف سلاحف النينجا. وبعد يولو يبانو هذوك قصص الأنبياء بالصلصال شفعوا لهم. وبعد يولو يبانو تيرو تا كونتر سترايك، وش بيكم اليتيمة ولا غير فرشتونا على بالكم. الكاليتي تالي فيديو تاهيك آخر من تاعكم عيب ولا غير عيب. وش بقالي نقول لكم ايها البطارق الاعزاء، ابوني 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 وابوني وتن في انستا سيبيا مادافاك وداعا. السلام عليكم ليكيف تشراركم ملاح بون جديد ديالك تصيبو في لاكا لاشان اوفيسيال ديالي هاي ليك ومدى بيكم لي زابوني ابوني ابوني ومالغريتو جانيتو تهلا بزاف يا راحكم وسلام عليكم.